ولو رفضت كان بيجيبني من شعري ويجرجرني من أوضة لأوضة قدام العيال اللي كانوا بيصرخوا بيحاولوا يخلصوني من إيديه. أهلا بيكم. قصة النهاردة اللي هحكيها محتاج من حضراتكم ضروري جدا تكملوها معايا للآخر وتقولولي رأيكم اللي هيفرق وبشكل كبير جدا مع صاحبة القصة. رسالة بعتتها لي الست هالة بتقول إن أنا عمري دلوقتي 37 سنة. جوازتي كانت جوازة تقليدية جدا من ابن الجيران، بس أنا قدرت من بعد الجواز أكمل تعليمي الجامعي. كافحت كتير لغاية ما قدرت أكمل، وهو كان عنده في التوقيت ده 30 سنة، كان أكبر مني بحوالي 14 سنة، وكان معاه مؤهل متوسط، كان بيشتغل في شركة، بيشتغل مندوب مبيعات، يعني بياخد عربية تبع الشركة وبيروح يوزع البضايع أو منتجات الشركة دي على البلاد المجاورة لينا. وهنا كانت بداية المصيبة اللي هي اتعرضت ليها واللي ملازماها لغاية النهاردة وكتبت لنا عشانها. ما بيني وما بينه في حقيقة الأمر إنه حد عصبي جدا لأقصى درجة، مفيش أي نقاش ما بيني وما بينه، وأبتدي أقول له اللي أنت بتقوله غلط، الصح هو كذا كذا، مجرد ما يحس إنه أنا رأيي صح وأفضل منه وهو مش فاهم يبتدي صوته يعلى ويبتدي يشتمني بشتايم متجاوزة جدا، ومش بس بيشتمني أنا شخصيا، ده بيشتم أهلي وبيشتم الدنيا كلها. وانا حامل في الشهر السادس ما رعاش ان انا ست في بطني جنين، وبدا يمد ايده عليا وضربني ضرب شديد جدا لدرجه انه ما كانش بيكتفي ان هو بيضربني بايده، كان اي حاجه قدامه مهما كانت قويه او مؤلمه كان بيمد ايده عليا بيها، لدرجه انه كسر عليا على دماغي ايد المقشه، يعني راح بسرعة على اللي قدامه المقشة العصاية راح ضربني بيها وبقوة، اتعورت ساعتها، وكانت بداية المشوار لسلسلة من العنف. خلفت مولودها الأول واستمر المسلسل ده، كانت بتذاكر وكانت بتحاول تحقق ذاتها، دخلت طبعا جامعة وكانت بتدرس مع المسؤوليات البيت، لغاية ما بعد 3 سنين ولدت بنت، بعد 6 سنين من الزواج كمان كان معاها البنت التانية، فبقى معاها ولد وبنتين. طول السنين دي كانت الست بتشيله في أسوأ الظروف، كان مستواه المادي اللي بيتحصل عليه من شغله كان مبلغ يعني محدود، فلما كانوا على حد ما هي بتقول لما كانوا هم فردين كانوا بيقدروا يعيشوا بشكل معقول، لما خلفوا الثلاثة وبدأ يبقى الأسرة مكونة من 5 أفراد وهم عايشين بالإيجار، بدأ نفقات الحياة تزيد. فالست المصرية اللي بنحترمها وبنضرب لها تعظيم سلام، هي والسيدة العربية من كل بلادنا، بتقوم بدورها المحترم جدا وبتنزل تساعده من بعد ما تحملت طبعا الظروف وبتقدر تحاول تدبر نفسها. أهلها كمان لأن هي من عيلة كبيرة كانوا دايما عارفين ظروفها المادية إيه، وكانوا دايما بيمدوا إيديهم ليها. أكتر حاجة كانت بتألمني وكانت طول الوقت بتحسسني إن أنا إنسانة مليش قيمة، هو فكرة إنه الراجل ده وإحنا عندنا أطفال كان بيضربني قدام أطفالي ضرب شديد، وكان لما بيعز علي نفسي من معاملته العنيفة ليا كنت بروح أنام في أوضة الأولاد، كان بيرفض إن أنا أنام برة أوضتي رغم إن أنا مش طايقاه وتعبانة منه، فكنت بنام في أوضة بنتي، يروح يجيبني من أوضة بنتي علشان أنام جنبه في السرير، ولو رفضت كان بيجيبني من شعري ويجرجرني من أوضة لأوضة قدام العيال اللي كانوا بيصرخوا بيحاولوا يخلصوني من إيديه. ليه؟ لأنه ما بيحللوش إنه يطلب حقه الشرعي ويمارس علاقته الزوجية غير في اليوم اللي ضربني ومبهدلني ومعورني ومغضبني ومنيمني في أوضة
العيال علشان كده كان يجيبني في الوقت اللي انا برفض تماما وعازز عليا نفسي منه ومش طايقاه، كان بيجبرني انه يمارس معايا العلاقة ويقول حقي الشرعي ولازم اخده وفي اي وقت انا عايز. واخر مرة كان الكيل طفح والست جابت اخرها لما تعدى عليها قدام ولادها وهي في السن ده داخله في 40 سنة، بنتها اللي كان مفروض ان عندها دلوقتي 17 16 17 سنة، البنت حضنت الام وبتحاول تفاديها من بين ايدين الراجل اللي بيمد ايده عليها، بتقول ان الدم كان بيسيل من اسناني بعد ما لكمني في وشي. بنت بتحاول تحجز وتحاول تمنعه، راح ضربها هو كمان في نفس المكان، البنت كمان كان دم بيسيل من وشها لغاية ما الجيران جم وهم اللي حشونا من ايديه، والجيران كمان بيشتكولي بيقولوا احنا مش عارفين نعيش من صريخ الراجل ده بالليل. موقف الضرب الاخير ده كان حاصل الساعة 3 صباحا. هل ممكن اكمل حياتي مع الراجل ده بالشكل ده، منتهى الاهانة ومنتهى قلة القيمة، ولا انفد منه وأدافع عن حقوقي الإنسانية وأبعد عنه أنا وأولادي اللي هما كمان ما بقوش طايقينه، ولا أعمل إيه بالظبط؟ من نسيج القصة دي وحقول شوية مبادئ عامة. أنا رأيي الشخصي سواء أنا متجوز واحدة ست أو واحدة ست متجوزاني، بالنسبة للطرفين ربنا بيقول إن إحنا جمعناكم مع بعض وجعلنا بينكم حاجتين مهمين جدا هما اللي قائم عليهم منظومة الزواج، المودة والرحمة. نود بعض، نحترم بعض، نقدر بعض، نشوف طلبات بعض ايه، كل واحد عليه مجموعة واجبات يعملها، ورحمة. اي حد لما بيشوف الطرف الاخر تعبان او بيصيبه شيء او نفسيا متقدر او صحيا غير قادر يرحمه، ما يشقش عليه، مش انه طرف يكون عبء على الطرف التاني وطول الوقت مصدر اهانة ومصدر بهدلة، ده مرفوض جدا. بالنسبة لقصة النهاردة مش هقولك لا انفصل عنه، مش هقولك لا كملي معاه، اكبر غلط ان انا اقولك ده. انت الانسانة الوحيدة القادرة على تنظيم حياتك، ولكن الاهانة الانسانية والعنف ومد الايد والشتيمة من اي طرف من الطرفين انا برفضه تماما. من حقك تكملي لو انت قادرة تتحملي ده علشان خاطر الاولاد، لو الاولاد كبروا وهم في صفك وهم كمان تعبانين اقعدي مع الراجل ده واعملي وقفة من بعد 20 سنة ولو انها متأخرة قوي، وقولي له لو عد علي يوم كمان، لو عد علي يوم حصل لي منك اهانة او ضرب او شتيمة او اي شيء يصبني انا بمكروه، فانا هروح لحالي وانت كمان تروح لحالك، ربنا يسهل لك. قادر على انك تسيطر على نفسك وتحترمني وتحترم نفسك وتحترم اولادك، يا دار ما دخلك شر، وممكن نكمل الشروط دي. هسيب لحضراتكم الفرصة في التعليقات تلبية لطلب اللي بعت القصة وبتقول خلي المتابعين يقولوا لي انا اعمل ايه في المرحلة وفي الجحيم اللي انا عايشة فيه دلوقتي. حضراتكم على طيب المتابعة، ان شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة.